الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: أغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. فهنيئا للمسلمين الصائمين القائمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الجائزة، بل بهذه الجوائز. هنيئا لهم بيوم العيد السعيد، هنيئا لهم بيوم التهليل والتكبير والتحميد. العيد مجد، بل سيادة أمة فيها محمد لا سواه عميد. العيد هو وحدتنا التي في ظلها نحيا بعزة ديننا ونشيد. ما العيد إلا أن نكون أحبة فيه الترابط والإخاء يسود. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود لواؤنا المفقود. أسأل الله تعالى بحق ما أودع في هذه الليلة وفي هذه الأيام المباركة من نفحات وبركات وفيوضات، أن يجعل هذا العيد يعود علينا وعلى أبنائنا وإخواننا وطلبتنا وأهل مودتنا ومن هم في دائرة ودنا والمسلمين أجمعين بالفتح المبين والنصر والتمكين. وأن يرحم والدينا ومشايخنا، وأن يبارك في أعمار الأحياء منهم، ويرزقنا برهم والأدب معهم، وأن يحفظ بلادنا الجزائر ويسلمها من كل ظالم جائر، وأن يؤمننا في دورنا ويصلح ولاة أمورنا، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم ويحقن دماءهم ويصلح ذات بينهم، وأن يطرد الشيطان من بينهم، ويكفينا كيد الكائدين ومكر الماكرين وبغي الباغين وحسد الحاسدين. يا قوي يا متين، اكفي شر الظالمين. أسأله تعالى أن يجعل هذا العيد مباركا عليه.